يقول: انتشر في الآونة الأخيرة كتابة الآيات القرآنية على ما تدل عليه من معنى، فمثلا بقوله سبحانه: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يكتبونها رسما على هيئة جمل، فهل من توجيه لا في لا ذلك؟ هذا تصوير على هيئة جمل، هذا تصوير لذوات الأرواح، هو حرام في نفسه. وكون القرآن يكتب على هذه الصفة هذه إهانة للقرآن. نعم.